سبورت اكسبريس. ما في ساعتين وثمانية دقائق، لو سهل بكم في سبور إكسبريس. المنتخب الوطني وآخر أخبار والاستقرار على التشكيلة بنسبة 99.99%. ولكن قبل هذايا فيديو تحفيزي يقشعر البدن من جلال القادري والمنتخب الوطني التونسي وملاعبية وأجواء المنتخب الوطني التونسي. الحكايات هذوما الكل تجينا مباشرة من مبعوثنا الخاص لتغطية كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، أحمد عدالة. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا بك. فما شوية تقطع في الصوت على مستوى الإخراج، ناخذوا ليني ديريكت ولا نمشي للوبيس؟ به موجود، أي تفضل أحمد. أجد معك، إذا مرحبا بك عبدو. يوم أقل من يوم به أحمد، باش نحاولوا نعاودوا ناخذوك مباشر. طبعا سيكون معنا أحمد عدالة باش نعطيكم التشكيلة المنتظرة للمنتخب الوطني التونسي في مباراة غدوة أمام أستراليا. نذكروا مباراة حاسمة، وباش نمرر لكم أيضا مساج ممتاز جدا من المدرب الوطني جلال القادري. ايضا نتابع مع بعضنا النتائج الخاصه باليوم بكاس العالم، باش نحكيوا على المفاجاه الايرانيه، وايضا نتابع مع بعض مباراه غانا والسنغال، مباراه القطر والسنغال عفوا، في انتظار مباراه هولندا والاكواتور في الليل، ومباراه كبيره برشا على مستوى الثقل السياسي والعسكري، مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. في انتظار يكون معنا مبعوثنا الخاص أحمد عدالة في الأثناء، نمرر مساج ممتاز جدا من المدرب الوطني جلال القادري، إيش قال للاعبين من حيث التحفيز وقوة المساج نتاع الناخب الوطني جلال القادري. موجودين هون نحبوا ندخلوا في الهيستوار تاع البلاد هذه. أكبر فرح في تاريخ تونس هوني دي تحمل نصحح عليها. هوني كبار. فهمتوا ليكم رجال في الإمامو هذوما. وقت استحقت لكم ليكيب ناسيونال القادم. كلارك تم 26 مش جارحين، مش رجال. التقنية الغدوة مش يعطوا بشكل لوت يا نعم. وزالي هو 45 كيلو سبيكتاتور. و12 مليون يستنوا فيكم. يستنوا في فرح. الجريد تاع بلال تاع نعيم حتى شوفها. الروح اللي يعطيها لك الجلادياتور اسم في الزاله في الناسيونال ياسر، هذا اللي ضلات رابين عليهم حنا بعد. اليوم تونس السنه كده، اليوم نحب اشوف 26 رجل كانت اسوا ريزولتا عين، كانت اسوا ريزولتا. هوني تونس اسمع. تونس تعيش شيء قشعر لبدن الحق، مساج مليان قوي صادق تحفيزي بشكل كبير برشا. نعرف برشا منكم اللي سمعوا وخلتوا عليه الان يحبوا يزيدوا يسمعوا اكثر تلقوه، وشكر كذلك للفريق الاعلامي للتلفزه للقناه الفيدراسيون معنا والكيب ميديا نتاع الاف تي اف، خدمه مزيانه برشا. مساج في الصميم من مدرب المنتخب الوطني التونسي جلال القادري. أحمد، مش جديد مش غريب على جلال مثل هذه الرسائل القوية التحفيزية. شفنا كان ثم رسالة قوية قبل ماتش الذهاب في باماكو، حاضرة فيها سمعنا مع بعضنا كل المساج هذاك، ولكن الحقيقة عبدو المساج هذايا حتى سير لو بلون كومونيكاسيون تخدم بطريقة أفضل برشا برشا الحقيقة. فهميني مو 20-25 مرة أنا يعني كل مرة نعاود نسمعها، نموت ونموت ويحيى وطن تونس إيش يحيى على عهدي. الحقيقة مساج كويس السما الملعبية الجرينتا الجلادياتور عيسى العيوني بين عيسكتي سمينا من كل 26 نعم كي تعرف تعرف اللي في وضعية واجتماعية خلينا كيف كانت بمتع الفكي تهز الفوق به. أحمد باش نطلب منك تتحرك شوية لأنه الحق مشكل غير اعتيادي على مستوى الاتصال معاك، إذا كنت تبعد شوية تتحرك شوية، إذا كنت تبدل الكيت تكلمني ديريكت بالتليفون. للأسف يعني السادة المستمعين قاعدين. أي تفضل. أي
به. مش قادرين نتواصلوا مع احمد، مش مشكل، نحاول نصلحوا الجانب التقني هذايا. بالنسبه للتشكيل المنتظر للمنتخب الوطني التونسي امام استراليا غدوه 11 متاع الصباح، ايمن دحمان في المرمى، برون، مرياح، الطالبي ثالوث المحور يحافظ على بلاست، وجهه اليمين وجهه اليسار دراجر والعابد يحافظ كذلك على مركزهم. في وسط الميدان العيدوني وصخيري، ديو ماجيك هذايا، واحد محارب واحد قوه هادئه. سليتي منتظر انه ياخو بلاست بن سليمان، يوسف المساكني وجبالي عصام هما اللي باش يكونوا منتظرين. يعني هذه التشكيله تقريبا بنسبه 99.99%. تغيير وحيد في الناحيه الهجوميه من اجل المزيد من الحلول الهجوميه وخبره نعيم سليتي اللي تنجم تكون تعاون برشا، رغم كل المجهود ايضا اللي نجم يقوم به وسط الميدان او المهاجم وسط الميدان الهجومي انيس بن سليمان. المنتخب الإيراني المأزوم نتيجة الاحتجاجات في بلاده، أيضا نتيجة الجولة الأولى وهزيمته المدوية أمام إنجلترا في الجولة الأولى 6-2، يوم يقلب الطاولة على ويلز في الوقت البديل. يعني المنتخب الإيراني صنع انتصاره في الدقيقة 90+8 ودقيقة 90+11. تعرفوا أنه اليوم الفيفا على كل كرة تخرج على كل تضييع وقت يتحسب في الوقت البديل، والنتيجة 2-0 للمنتخب الإيراني. المنتخب الإيراني كان ملاعبية متاعه ما أدوش النشيد الوطني يوم في مباراة إنجلترا، اليوم أداوا النشيد الوطني، كانت حركة احتجاجية، والمنتخب الإيراني يخرج من المأزق تاع الجولة الأولى وينعش أماله للتأهل في انتظار الجولة الثالثة. الآن مباراة السنغال وقطر، مباراة لا تقبل القسم على الاثنين، وإذا لم تنتصر قطر، إذا انهزمت قطر فإنها تغادر بشكل مباشر البطولة، وبالتالي المنتخب القطري أمام تحدي كبير. مباراة عبارة نهائي كأس بالنسبة للمنتخب قلت القطري البلد الفريق البلد المنظم. سينو في نفس المجموعة الليل في الليل هولندا الإكواتور، مباراة مع بعد شوية مع الخمسة، وأيضا في السهرة الليلة 8 متاع الليل لقاء إنجلترا الولايات المتحدة الأمريكية. ذكروا أنه المباراة بالنسبة لقطر قلت مسألة حياة أو موت، معناها بالنسبة للمنتخب القطري، وكيف كيف زاد للمنتخب السنغالي اللي يحتاج إلى أيضا الانتصار للبقاء والعوق في البطولة وإنعاش أماله. ولكن علشان ركزت أكثر على قطر باعتبار أنه المنتخب القطري يحتاج، وهذه فرصة خطيرة للمنتخب السنغالي كاد يفتتح التسجيل، قلت الفريق البلد المنظم ربما ينعش أماله في البقاء، وأنه أيضا حتى يحكيوا أنه البلد المنظم كيمشي يقدم شوية في البطولة ينجم يزيد يساهم في نجاح البطولة جماهيرين، ولو أنها ناجحة إلى حد الآن إلى حد بعيد. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا على شبكة الانترنت www.mozaikafm.net.